في الفيديو ده هعرفك حاجات وأسرار مهمة عن ريلمي 6 اللي انت محتاج تعرفه عنه، وأكتر أهم التساؤلات اللي بتسألوها والحاجات اللي اتقالت عنه والتأويل والتخاريف كلها هنتكلم عليها النهاردة، وهوضح لك بالتفصيل بكلام علمي مش كلام من عندنا. فبدون كلام كتير، السلام عليكم، معاكم علاء رمضان وانت بتتفرج على قناة المصري على اليوتيوب. يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو النهاردة مع بعض، أهم الكلام اللي بيدور حوالين الريلمي 6. ونبتدي بأول حاجة ألا وهي الكاميرات. الكاميرات لو أنت هتقارن الموبايل في فئة 4000 جنيه، فهي زيها زي كاميرا ريدمي نوت 8 برو، ما فرقتش حاجة عنه خالص. ريدمي نوت 8 برو أبو كاميرات خلفية 64 ميجا بكسل، 81 ميجا بكسل تصوير بزاوية واسعة، 2 ميجا بكسل مايكرو، و2 ميجا بكسل ديب سنسور اللي هي بتاعة العزل وكده بتاع الخلفية والكلام ده. في حاجة بقى مهمة عاوز أوضحها لك بخصوص السعر. الناس اللي كانت بتقول الموبايل هينزل ب3000 جنيه و2800 والكلام ده، نسخة 4 جيجا ومساحة 64، بتكلم على ريلمي 6 العادي. السعر يا جماعة هيزيد، هيعدي ال3000 جنيه، مش هيقل عن كده، لأن ريلمي 6 اي دلوقتي بيحل محل ريلمي 6، فاستحالة هينزل بنفس السعر، فعشان تبقى عارف ومحدش يضحك عليك في المعلومة دي. تعال نبدأ بقى بالحاجة الأهم واللي عليها جدل كبير، أو أنا بحب أدخل في الأسئلة المهمة كده في الأول على طول، عشان تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت هتاخدها في الموبايل دوت، وايه التنازلات اللي هتضحي بيها. المعالج هنا نفسه معالج النوت 8 برو برضه من شاومي، اللي هو الهيليو بي جي تسي، الهيليو جي 90 تي، معلش اسف، معالج ميديا تك هيليو جي 90 تي. المعالج ده بيشتغل بتكنولوجيا 12 نانو، اقوى معالج في السعر، حرفيا هتاخده من ريدمي او من شاومي في السعر دوت في الاداء والالعاب بشكل عام. احسن السؤال بقى هنا المهم، علاء هو احسن من ريدمي 6 برو؟ ايوه الكلام ده فعلا احسن من ريلمي 6 برو تجربه فعليا، وكل الكلام بتاع الاجانب والكلام دوت والناس اللي جربت الجهازين بيقولوا ان ريلمي 6 اداؤه احسن بفرق ملحوظ جدا عن ريلمي 6 برو. طيب ايه التنازلات اللي خلت ريلمي 6 العادي بقى ارخص واحسن في الاداء مقابل العيوب في الموبايل عشان يبقى احسن من ريلمي 6 برو؟ ايه العيوب يعني وكده؟ بص يا سيدي هقول لك. الريلمي 6 العادي تنازلاته عن ريلمي 6 برو عن الشاومي نوت 8 برو في انه تصميم بلاستيكي، التصميم بتاعه بلاستيك غيرهم خالص. ليه بقى التصميم بلاستيك هنا؟ نوعا ما بتحس بالحراره شويه، بس بتحس ان الموبايل كله دافي، مش بيتركز في نقطه واحده زي الشاومي او زي ريلمي 6 برو جنب الكاميرا كده في الحته اللي فيها البروسيسور او التبريد. لا الكلام هنا مش صحيح، لانه هيبقى متوزع على جسم الموبايل كله البلاستيكي اللي قلت لكم عليه. طيب النقطه المهمه بقى، معالج بيسخن؟ اه بيسخن اعلى من المنافسين، مش هقول لك زيهم او بفرق بسيط، لا المعالج بيسخن فرق محسوس، بس فرق محسوس كان في امتى؟ في شاومي نوت 8 برو عشان ظهره ازاز، والازاز حساسيه الحراره فيه بتكون اعلى من البلاستيك، عشان هنا كده ريلمي 6 هيكون الحراره بتاعته مع التبريد المائي هيكون احسن واقل بكتير من النوت 8 برو. هو مش اقل ولا حاجه، بس احساسك للحراره هيكون اقل من النوت 8 برو، فهمت؟ طيب المعالج هنا بقى 12 نانومتر بيسحب في الطاقه بشكل رهيب، هوضح لك الحته دي لما نوصل عند البطاريه، وفي اخر الفيديو هقول لك تقييم كامل للموبايل في اخر الفيديو، الشاشه والكاميرات والبطاريه والاداء والكلام ده، والموبايل كله بشكل عام هياخد كام من 10، بس ما تستعجلش ركز معايا. بص يا سيدي، الموبايل هيجي زي ما قلت لك ظهر بلاستيك، كاميرا زي ما هي بتاعت النوت برو بعينها، ولكن الكاميرا الاماميه مختلفه 16 ميجا بكسل بشاشه 90 هرتز، وهي دي موضوعنا. شاشه 90 هرتز بتسحب في البطاريه بشكل رهيب، مش شكل عادي، فرق ملحوظ، هتحس الفرق ده محسوس، خصوصا ريلمي خلاك تتنقل، عشان عارف الموضوع ده خلاك تتنقل في الاعدادات. لو عايز شاشه تخليها 60 هرتز زيها زي اي موبايل تاني او النوت برو، تقدر تخليها زي كده عادي 60 هرتز. 90 هرتز دي الميزه الجديده دي، بتخليك تحس ان الشاشه ناعمه كده، كل حاجه ناعمه في التنقل كده بين التطبيقات والكلام ده، هتحس بالنعومه والسلاسه، مش هتعرفها غير لما تجربها بنفسك، خصوصا في التصفح سكرول وانت بتقلل لفوق كده، هتحس بنعومه مش تقطيع كده خفيف، فاهم قصدي؟ دي ال 90 هرتز عن ال 60 هرتز دي، بس دي بتسحب في البطاريه كتير، والمعالج هنا مش بيوفر في الطاقه 12 نانو حريقه في استهلاك البطاريه. والبطارية هنا الحتة الأهم اللي عاوز أقولك عليها، 4300 ملي أمبير، بتدعم الشحن السريع لحد 30 واط، وريلمي بتقول إن الموبايل بيشحن أول 70% في نص ساعة بس، في نص ساعة بس تشحن 70% من البطارية، ف 70%
وباقي يعني نص ساعة 70%، وبعد كده النص ساعة الباقية بيشحن فيها 30%، أكن في الدقيقة بيشحن 1%. ليه ريلمي بطلت الشحن من بعد 70%؟ عشان تحافظ على حرارة المعالج، لأن بعد 70% المعالج هيكون حرارته زادت عن الحد اللازم وهيكون جاب آخره، وبالتالي ممكن يبقى لا قدر الله يحصل له انفجار ولا حاجة. فمن أول 70% البطارية هتبتدي تهدى في الحرارة بتاعتها، والشحن السريع هيبتدي يهدى، فبالتالي هتلاقي لي المعالج خد راحته كده، والتبريد المائي بدأ يفرفش. والسؤال المهم هنا، الناس هيقول لي اه يا عم ريلمي 6 أرخص فهيجي من غير تبريد مائي، لكن الشاومي نوت برو كان نازل بتبريد مائي عشان فوق ال 4000 جنيه، الموبايل هنا ريلمي 6 ده كان رخم امشي بقى. ان هنا النوت برو كان جايب معالج تبريد مائي جي 90 تي. في ناس قالت لي ان في المعالج جي 90 تي ده هينزل في ريلمي 6 من غير تبريد مائي. يا جماعه مفيش الكلام ده، استحاله. اصلا لو نزل من غير تبريد مائي هيبقى حاجه اكتر من كده، هينفجر. استحاله ميديا تك هتعرض نفسها للخطر وتوافق على حاجه زي دي عشان الموبايل ينزل بسعر ارخص، مش هتوافق ان تدي لريلمي بالطريقه دي. وريلمي نفسها مش هتوافق ابدا ان هي تعمل كده، لان عارفه ده هيخسرها كتير وهيخسرها المستخدمين كتير قوي، خصوصا ريلمي سمعتها مش قليله تبع اوبو، فانتوا عارفين الكلام ده كويس. الحاجه الاهم بقى، الموبايل ظهره بلاستيكي، ده غير اي موبايل تاني، فالحراره هنا بتساعد بشكل كبير. المهم بقى نرجع لموضوعنا، البطاريه 4600، البطاريه هنا مش حلوة عشان أكون صريح معاك، ما بحبش أجامل، أنتوا عارفين كده كويس في كل المراجعات اللي بعملها. البطارية مش حلوة عشان أكون صريح معاك. هتقول لي إزاي يا عم ده 4300؟ هقول لك بص، أنا قلت لك الموضوع ده 4300 البطارية حلوة كبيرة فوق 4000 اللي بيه، وشحن سريع ما عنديش مشكلة عنها، بس المعالج بيسحب في الطاقة، الشاشة بتسحب في الطاقة. يعني هنا بص، معماري المعالج 12 نانو حريقة، ده المعالج لوحده حريقه. كان بيجيب سكرين اون تايم في الشاشه مفتوحه يعني في الشاومي نوت 8 برو 8 ساعات 8 ساعات ونص. فهنا الشاشه الكبيره دي الموبايل مش هيعدي سكرين اون تايم 6 ساعات على 90 هرتز، وعلى السطوع بتاع الشاشه القوي دوت، وعلى المعالج القوي الموبايل هنا مش هيقعد اكتر من 6 ساعات شاشه مفتوحه، عشان تبقى عارف كده محدش يضحك عليك. فانا من وجهه نظري كعلاء، ريلمي 6 كويس في ايه؟ انا قلت لك الموبايل بيقدم لك احلى اداء في سعره، مش هتلاقي احسن منه. هتلاقي كاميرات ممتازه في الموبايل ده، هيقدم لك سيلفي ممتاز متعودين عليه من ريلمي، الاتش دي ار والكونتراست والحاجات دي، الشارب الناس اللي بتفهم في التصوير هتعرف الكلام ده، سيلفي ممتاز جدا هنا في الموبايل ده. وكمان شاشه ممتازه، انا عم بساعد في البطاريه زي ما قلنا، ومعالج ممتاز. يعني عندك هنا 5 حاجات بيقدمهم لك الموبايل، والظهر بلاستيكي، التصميم كويس في نفس الوقت، انها مش افخم حاجه بس الظهر بلاستيك هيتحمل وقعات، وفي نفس الوقت يوزع الحراره بشكل كويس وتبريد مائي وكده في المعالج. فالموضوع ده باكج على بعضه ممتاز. بس الموبايل لو انت منتظر موبايل بطاريته تقعد يومين مثلا، يوم ونص، لا الكلام ده مش هنا خالص عشان اكون صريح معاك. بس بقى سيدي، هنا التقييم، الموبايل انا اقيمه انا كعلاء 8.5 من 10، 8.6 من 10 زي ما انتم شايفين على الشاشه دلوقتي. فده تقييم حلو مش وحش على فكره، ده في موبايلات اصلا هونر وواوي انا مديها تقييم 7 من 10، وانت متخيل مقابل التنازلات اكتر من هنا بكتير. بس هنا عشان المعالج زي ما قلت لك كويس وكل حاجه، بس عيوب بسيطه تقدر تتعايش معاها. بس مش معنى ان المعالج بيسخن وان الدرجه تنفجر، التبريد المائي بيعمل ايه؟ التصميم البلاستيك اللي بيوزع الحراره بيعمل ايه؟ فده ما فيهوش قلق. فاهم قصدي؟ اتمنى اكون قدرت اساعدك تاخد قرار شراء، او قدرت اساعدك لو يعني بص، لو انت عايز موبايل في الامان، لو عايز تبقى في الامان من الاخر يعني، خليك في ريلمي 6 برو، زود شوية وقت ريلمي 6 برو، مش هتخسر حاجة. أو وقت أي موبايل تاني ما يكونش فيه حوار تبريد مائي ولا الجي 90 تي ولا الكلام ده. بس طبعا هتتنازل عن الأداء سواء شفت أي اختيار تاني، يعني هو مفيش غير أحسن 2 دولار في الأداء، الشاومي نوت 8 برو وريلمي 6 العادي. فأنت كده هتضحي بحاجات وبس كده، مش حابب أكون صدعتكم بكلام كتير، وإنك تكون استفدت من الفيديو وقدرت أساعدكم تاخدوا قرار شراء كويس. بس كده سيدي، هقول لكم كعادة كل فيديو، يعني لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك، عشان تصدق اللايك بيشجعني اهتم بالموبايل واعمله فيديوهات تجربة العاب وحاجات ان شاء الله قريب. وكمان يعني تشجعني، وكمان اشترك بالقناة، عشان لو اشتركتش بالقناة مش هنشوف فيديو تجربة الالعاب اللي هينزل ولا اي حاجة. اشترك بالقناة دلوقتي وفعل جرس التنبيهات، واعمل لايك على الفيديو اللي مكنتش عملت فيه الفيديو، انا مسامحك اعمل دلوقتي. وبس كده، هقول لكم استمتعت جدا 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 من كل قلبي بالكلام معاكم، ووصلنا لأحلى فقرة أنا بحبها في الفيديو كله، وهي فقرة الصلاة على النبي. والوعي 3 مرات، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بس كده، هقول لكم بشكركم جدا، وهقول لكم استمتعت جدا تاني بالكلام معاكم والله من كل قلبي، وأرحب جدا بكل أسئلتكم. شوفوا الأسئلة اللي محتاجينها وقولوا لي عليها. وبس كده،
كان معكم علاء رمضان، أشوفكم على خير، السلام عليكم، ولا إله إلا الله.